احنا هندي انتصار مزيف لمناع ونمشي من هنا وننفذ كلامه، بس انت بقى تقعد هنا تبني مخازن للسلاح وتأمن البيت. والسلاح اللي انت هتقول عليه ده يا خواجه هيجي متى؟ عقبال ما الحشيش يطلع من الارض احنا هنرجع تاني نعلمكم طبخ الحشيش من غير ما عيلة مناع تعترض. يا خواجه الاهم السلاح. السلاح يا ريس دياب، نقل السلاح اصعب من نقل المخدرات، وانتوا في ظرف سنه كده هيبقى عندكم مخدرات بملايين وعندكم سلاح برضه هنحصل ثمنه من الملايين اللي انتوا هتكسبوها. انتوا كده تبقوا حققتوا حلمكم بالقوه والفلوس. مش مهم الملايين يا خواجه، الاهم هو السلاح. السلاح اللي هيخلينا وحوش الجبل. مطمن لهم دوي والله ما تعرف حاجه. الحق يا سماء. مالك يا بو؟ عيلة حسان جاي على مه. بتقول ايه؟ الانجاز لازم يرحلوا. الانجاز لازم يرحلوا. كلمة جده هينفذها. اوعى تسلمونا ليه، ده ممكن يقتلنا. اجمعوا حاجاتكم بسرعة وانا مش هاملكم غير لما تركبوا عربياتكم وتطلعوا برا النادي. شكرا يا همام. يلا 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 يا سلام يا همام. لو السلاح اللي قال عليه الخواجه كان معانا دلوقتي، المدافع والقنابل والرشاشات، كنا خلصنا من عائلة حسان كلها. ولح يا عمي ولح. الخواجات يطلعوا برا. يطلعوا برا. يطلعوا برا. يا مناع، هو ده اللي اتفقنا عليه يا مناع؟ مش قلت لك هملني الموضوع ده وانا هتصرف؟ مفيش كلام يا همام، سلم الخواجات والا نحرق البيت باللي فيه. لا احنا مستسلمين يا مستر مناع، مستسلمين. محدش هيتحرك من هنا الا ما يركب ركائبهم ويغوروا من مطرح ما جو. احنا هنمشي من هنا يا مستر مناع، بس همام عايزنا نرجع بعد ما نجمع المحصول. نرجع ولا لا؟ احنا تحت امرك. انت مالكش قيمه عندي عشان اديك كلمه. خبر ايه يا مناع؟ انت تملكت الناجع وهتتصرف فيه زي ما انت عاوز ولا ايه؟ الخواجات دول ضيوفنا وفي حمالة. الضيوف يكونوا خفاف، مش يجي يبلطوا وسطينا ويجيبوا سلاح عشان يفرقوا بينا. اسمع الكلام يا دياب، بطل تكابر ما تبقاش غشيم. خلاص يا مناع هزعطهم، بس على الاقل نحميهم لغايه ما يطلعوا برا الناجح. ايوه احمينا يا مستر همام، احمينا. هتمشوا وسط الناس لحد اول الطريق وبعديها نهملكم ونعاود، ويا ريت الكلاب يكون عندها نظر وتهبشكم ونخلص. اطلع يا جاموس ابيض. وسع وسع. يلا رجالة. مش عايز مشاكل في السوق مع أي حد من التجار أو الموردين للأسمدة. قريب قوي هنزل بنوع جديد من الأسمدة هنغطي بيه الصعيد كله. المهم يكون حاجة أحسن موجود في السوق. الأبحاث شغالة في مصنع مناع والنتائج كويسة، ودي مش أول مرة نستعمل النوع ده. إن شاء الله تكون حاجة كويسة، بس المهم السعر يا خواجه. بوعدك أول خط الإنتاج الجديد ما ينزل هتكونوا أنتم المحتكرين للخط الجديد ده، هو كل واحد في المحافظة بتاعته. هتكسبوا مكاسب كبيرة قوي هتعوضكم عن كل اللي فات. إحنا رجالتك يا خواجه. قدامكم شهرين أو ثلاثة علشان خاطر تصفوا المخزون القديم من الأسمدة التانية وتستعدوا لزماد مناع جديد. ربنا يستر يا خواجه ويطلع حكم الاهالي زين، اصل الناس صعب يغيروا النوع اللي اتعودوا عليه. انا بفكر اسمي الانتاج الجديد العفريت، لان النتيجه اللي هيعملها مع المحاصيل فعلا شغل عفريت. تصوروا القوطه تبقى قد كده ولونها زي الدم، وانواع الخضار التانيه هتكتر وترخص، وانتوا تبيعوا وتكسبوا والناس تاكل بالهنا والشفا. يدوم العز يا كبير، يا ولد الكبير. ربنا يديم علينا وعليكم الافراح. امين. وادعوا لكبيرنا. امين.
امين. ربنا يتم شفاه ويعود لنا بالسلامه ان شاء الله. قولوا امين. امين يا رب يتم شفاه على خير. امين. من بكره بامر الله وبعد المحكمه حنبتدي شغل في الارض. هنشتغل في الارض ازاي من غير وجود المهندس عمر؟ انا هقعد الاقينه وابعته لكم بس ديتها نخلص من المحكمه. يلا يا رجاله بسم الله الكل ياكل وينبسط بالهنا والشفا. يلا يا رجاله. لو صدقوا الخواجات في حكاية السلاح دي وخصوصا الأربجيه اللي هيقولوا عليه ده ده احنا ندكوا بيوت عيلة حسان دك ومن واحنا هنا في بيوتنا يا عمي. دي حكاية قدامها وقت طويل على ما تتم. احنا في المصيبة اللي ملهاش وقت. المحكمة اللي هتتنصب بكرة واحنا يهمنا فيها ايه؟ دي محكمة خايبة ما عليهاش دليل غايته يقعدوا يزعقوا ويهللوا على الفاضي. وليه ما يكونوش وصلوا لدليل؟ مش يمكن زرزور قال لهم على حكاية الفلوس المدسوسة جنب بيت عايشة؟ خلاص يبقى أكيد وحتما المحكمة دي تتنصب المغاوري عشان يثبت عليه الخيانة قدام الكل. يا عمي لو كانوا عايزين يتهموا مغاوري كان عملوا محكمة في السر عشان الفضيحة. يبقى هيقعد يهدد ويحلف مليون يمين انه هيقطع خبر اللي سرق عشان يخوف الناس. مش مناع اللي يهدد على الفاضي واديك شفت. والله انت اللي عامل له قيمه على الفاضي وبتحب تمشي ورا كلامه ما عرفش ليه. لو كان مناع وصل للخمسين الف اللي مكتوب عليهم بخط ابوه يبقى اكيد عرف انها الفلوس المسروقه. صح صح. وساعتها يبقى ما قدموش غير انه يتهم مغاوري. لو كان بيفكر زيك لكن مناع انا خبره زين ممكن يعرف مين اللي سرق ومين اللي وز. بس يا ترى يا عم انت مين فيهم اللي وز ولا اللي سرق؟ يا ريت تريحني. انا مش عايز منك اكتر من شهاده حق في المحكمه وقدام أهل النجع كلهم. لا طالب منك توزع على حد ولا تفتش سر حد. طب وش وين الغلة اللي وعدتني بست وجيدة؟ هيوصلك بس بعد ما تتم عملك وتفتح الحجاب ده قدام الناس كلها وتقول يخص مين. ومش مطلوب منك أكتر من كده. البندرية ناسي وأهلي لو فضحتهم مش حيسيبوني في حالي. اسمع أبو الحميد لو خايف على نفسك احنا ممكن نتويك عندنا في الارض الجديدة تشتغل وتاكل وتشرب وتعيش وسطينا بالحلال. هي المحكمة متى؟ وهتحكموا مين؟ بكرة الصبح. ولو مش ناوي تحضر قول من دلوقت. انا غيري اوفر عليكم وجع الراس. ادلكم على اللي سرق الفلوس وحطوها وين؟ تقتلوه من غير محكمة ولا شو الشر. تاخدوا فلوسكم وتدوني حقي ويا دار ما دخلك الشر.
سيبوني افتح الحجاب. لا، تعاوز تعمل مصلحة على حسابنا بشغل الأونطة بتاعك ده دجال انت يا عم ناجي. زين الفكرة، طالما هنعرف الفلوس راحت فين. قول يا ابو الحمد. سيبوني ازود البخور عشان العكوسات. حركش ما حركش حركيش، حفريت فريد سنتر فيش بحوافر حميه وشواكيش. حركش مركش ستسالي سوري ستسين اهلي قبضاد العدي. خذ النايمة كرقية، شقينا طول النهار في البيت، وانت يا مرت اخوي اللي انا والشفا، وانت خذي دي يا ام الجمال كله. تسلم لي. ما تتكسفش يا ام جمالة، توا جابك باهر لما تبقى غزلت ورايقة. ايوه اصل معمر الطاسة شارب له حشيش كدبده. وانت يا جوزي مش بتتعمرها انت كمان؟ على الاقل تسمعني كلمتين حلوين. اقول لك ايه؟ اقول لك يا جميله، ده العيال صغارين بيقولوا لك يا جميله هتطلع ماسخ. على الاقل تديني حته فروج، ولا مستني عمك لما يقسم عليا وعليك. فرج قدامك اهو، كلي على كيفك مطرح ما يسر يمري. وانت مش هتاكل؟ يا شبعان عارف يا ولد اخوي، لو كنت شديت لك معايا نفسين كان زمانك كلت جمل بحاله. انا جاي ما اقعد في الهواء، خلقت استنيك يا صابعي لما تخلص وتطلع. افتح يا بت، ولا العين البشحه عندكم وراسه. تقصد ايه رقيه؟ ورث البشحه عن مين؟ لك في القدر على فمها تطلع البت لامها. خبر ايه يا مرة انتوا هي؟ هتتحركوا قدام ولا ايه؟ ولا عايزين تسدوا نفس على الوكل؟ اختشوا ماتوا. يا ليلى مقدره، ده حجاب نافع اللي عملته له ضد السم والحسد. انا دلوقتي عرفت ليه سم التعبان حوق فيه، علشان الحجاب كان وقع منه وبيت حسان. يعني نافع هو اللي كان بيسرق بيت حسان. ما تنطق ابو الحمد وتقرا الحجاب، انت ما عرفش تقرا ولا ايه؟ هو حجاب انجليزي؟ مش بفك طلاسم عشان اطلع الاسم. وبسهل شويه، مش انت اللي عامله ده؟ يبقى سهل تعرفه. لا، وكل طلسم وليه طريقه في الحل. انا معيش سحر، انا عايز اعرف الحجاب ده يخص مين، وانت قلت ان اسم صاحبه مكتوب عليه. الحجاب ده غالي، وكنت بعمله بألف جنيه. يبقى صاحبه راجل غني واكيد من كبارات البندريه، وقلبه ميت وزي الطور وقاتل. يبقى كده انا عرفته خلاص، مفيش غيره دياب ولد البنداري. دلوقتي كل حاجه انكشفت على البخور، الحجاب وقع منه وهو بياخد الفلوس، ولو صبرتم عليا هقول لكم حط الفلوس فين. انت صدقت كلام الراجل الخرفان ده يا عمي؟ الخرفان ده عرف كل حاجه. ايوه عرف، لكن مش من الدجل والاونطه. عرف لاني جيت عشى عندنا، واكيد حد من رجالتنا قال له لقينا الفلوس فيه. بعد ما رسيت على دياب لساك ناوي تماطلي معاي وتنصب محكمه، ولا هناخد طرنا منه بيدنا؟ انا اروح لهمام اسبقني انت عمي وانا احصلك. ناوي تفتش السر قبل المحكمه، ولا ما انتش ناوي تنصب محكمه من اساسه؟ ريحني يا ولدي وقول لي هتعمل ايه بالظبط. روق شويه يا عمي، ربنا الهمني الصواب وجنب الخطر. اسمع يا مناح، يكون في معلومك لو انت ناوي تتهاون في حقنا لا يمكن اتهاون ابدا. دياب ده ملعون، كان ناوي يوقع العيله ببعضها، يعني يستحق القتل. يا عم ناجي، الامان اللي احنا عايشين فيه ده ثمنه غالي قوي، وابوي ياما تنازل عن حقوق عند البندريه عشان يوفر الامان للناس كلها. انا اضرب ابوك منك، ابوك عمره ما تهاون في حقنا ابدا. ومين قال ان انا هتهاون في حقنا؟ لكن بالعقل اللي ربنا ادهولنا، الاصول بتقول ان قابل كبيرهم واتكلم معاه وبالمعروف. نفيسة نفيسة، ربط علي امال. مين عينادم عليا في الساعة دي؟
أنا عمك أبو الحمد جايب لك أخبار زين، بس لازم الحلاوة جد وبعدي روقي شوي طلعان رمضان بيعدل يشرب رمضان طول اليوم والجد يتربيه. خبر ايه يا ابو الحمد؟ دي ساعة تخبط فيها علي وانت عارف ان البيت من غير راجل؟ ما انا مش غريب، انا عمك ابو الحمد. وعايز ايه يا عم ابو الحمد؟ تكونش عامل لي تحويطه انا التانية تنجيني من السم والحسد كيف المرحوم جوزي. انا ما فيش حاجة تتخبى علي، انا اعرف كل المداري. واحنا ما عدناش حاجة نداروها ولا تلزمنا اسرارك. فلوس حسان اللي انسرقت انا عارف من اللي سرقها، ما رضيتش اقول لمناع عليها، لكن لما جبتيش الجدي والمعزل حد عشيتي انا حقول نافع هو اللي سرقها وحتشيل العار انت وعيالك طول عمرك. قطع لسانك راجل ما تختشيش، هي ذي الرحمه اللي هتشيح حاله. الحقاوي كنت عامل جوزك ضد السب والحسد وقع منه فوق الحسان، عشان كده قصة الحنش حوقت فيه. يبقى عشان تداري خيبتك تقوم تلطخ سمعة جوز ابو عيالي؟ طب وديني وما اعبد لاني شكياك للدياب يقطع لسانك. انا عشان خاطر جوزك المرحوم رميت التهم على جام. ومين حيصدقك في التهمة الزور دي من غير دليل؟ كانوا لقي الفلوس المسروقة عندينا. انا دلتهم على مكان الفلوس وراحوا طلعوها، علشان كده عيلة حسان بتعرف ببركتي. مش مصدقاني؟ روح اساليهم. كان بدل ما تدلهم كنت خدتهم لنفسك يا فجري يا ولد الفجري. ما ينفعش، انا مش مسموح لي اخد حاجه لنفسي الا اللي موجود بيه اهل الخير ليا. يبقى كفايه عليك اللي هتاخده من مناع، وبعد عني وخلينا رب العيال اليتامى اللي ما لاقينش اللقمه ياكلوها وما ناقصينش فضايح. يبقى خليها بجميله واروح لمناع اقول له ان الحجاب اللي معاك بتاع نافع وانا نظري خني وما عرفتش اقرا، وتعيش في العار انت وعيالك طول عمرك. استنى يا ابو الحمد حجيب لك المعزه والجدي، بس قول لي كيف نافع يسرق وهو كان يحشش مع دياب طول الليل؟ تقصدي ان كانوا مجلسين مع بعض؟ يعني الفضيحه اللي هتمس جوزي هتمس دياب، ولو حبيت تفضح دياب حيقطع راسك. تقصدي ايه يا مرات المرحوم؟ روح روح قولي اللي تقوله، مالكش حاجة عندي، انت راجل ما تستحيش. يعني راحت المعزة والجدج؟ بكرة هتيجي وتترجوني نزع الغم. غور جاتك غارة تاخدك وتاخد اللي جابك. منها لله اللي صدت نفسك عني. مين اللي بيخبط؟ افتحي انا جميلة. ما قللت الحياة زي اللي جابتك. خبرك ايه يا جميلة؟ قلقانة على همام، خلي الدياب ينزل يطل عليه. وما تدوريش عليه انت ليه يا خيتي؟ مش جوزك؟ ما انا طلت عليه من فوق السطح من ساعة زمن وكان قاعد ومعاه مناع، طلت عليه تاني ما لقيتش حد، كانه اتخطف. ما تاخديش في بالك يا جميلة، تلاقي راح هو ومناع يتمشوا نواحي العين، دول اصحاب طول عمرهم وبيتأنسوا ببعض. بس انا قلبي واكني على جوزي وممكن مناع يغدر بيه. يا بت ما يغدرش بيه، بقول لك دول اصحاب طول عمرهم. ده انا مصيبتي في والد اخوي ان هو مصاحب مناع وبيسمع حديثه، لو قال له شرك بيشرك، غرب بيغرب. خلاص انا هطلع وحدي الفف عليه في النادي. استني يا بت استني، هروح ادور عليه. يا ساتر، جاتكم شوطه تاخدكم كلكم، طيرتوا النوم من عيني. انا ما هصبرش يا دياب، انا طفح الكلبي هنام يا دياب. نام انت هتهدديني؟ نمت عليك حيطه. ان شاء الله اللي يكرهوني هم واللي جابهم.
شفت الايام يا همام؟ السيف بتاعي والخنجر بتاعك دفنهم في الجحر من كام سنه وما تغيروش. الله يجازيك يا مناع، الله يجازيك. والله فكرتني بابوي. ابوي لو ما شاف الخنجر ده عجبه وقال لازم ياخده. قمت انا سرقته وجيت لك جد. قلت لك يا مناع شوف لي مكان ادس فيه الخنجر ده، مفيش مكان امان في بيتنا. بقول لك ايه يا همام؟ هو انا لو ما كنتش اديتك الاماره كنت طمعت في فلوس ابوي انت وعمك؟ انا كنت هدسها في بيتي خوف من الفضيحه. لكن اقول ايه لاهل البلد؟ اقول ايه؟ اطلع المرحوم حرامي وافضح مرته وعياله الصغيرين من غير ذنب؟ عندك حق، ذنبهم العيال يتعاروا بعملة ابوهم. والحل ايه يا اخوي؟ لو نصبت المحكمه الراجل هيتفضح وهو ميت. ما تسيبوا لحساب ربنا. لكن ليه ابو الحمد كان بيقول ان الحجاب حجاب دياب؟ كذاب، لان حجاب دياب معمول من وبر الجمل، لكن الحجاب ده معمول من جلد المعزه. مش بعيد يكون حجاب نافع. لكن عمي لا، مصدقك مصدقك يا همام. وكان قلبي حاسس ان ابو الحمد كذاب، كانه عايز يولعها نار ويخلص من دياب. اهو جبل روحه، من بكره لازم نطرده. الشيطان ابن الشياطين اللي مخاوي شياطين، اللي كله اكل عيشه من ضحكه على النسوين بكلامه الماسخ. لكن مش شايف انه حاجه عجيبه انه نافع اللي بيعمل حجاب للسم والحسد يموت مسموم؟ ده للسم اللي بيتسجي مش للدغ التعبين. وبعدين ده حديث ماسخ انا ما بصدقهوش. طب انت عندك ابوي كان عامل حجاب زيه، ايه اللي نابه؟ مفيش واحد في البلد جسمه تسمم من الهباب اللي اسمه الافيون ده جده. خلاص انا حديك حجاب المرحوم وملهاش لازمه المحكمه، وانا حبقى سيطر على عيلتي. لك حق عرف في رقبتي وكلامك يمشي علي وعلى عيلتي كلها. نخوات يا همام نخوات، ويا ريتك تعرف كده زين. جعان جعان، انا يعني مش كنت احضر طبيخ احسن من العفاريت مجوعاني يا ابو الحمد. الحمد لله. ادخل، انا بتخبط. الباب مفتوح للقريب والغريب. وحط امك ست العمشة يا امام. اوعى تخطي، لا تتأذي، اوعى تخطي الحدود يا كبير يا ولد الكبير. كبرة عيلتك يا بعيد. قوم قدامي فز وقول لي يا ابو صلاص الحجاب ده بتاع مين؟ واشي مناع دهولك. وما دخلش عليه كلامك العفش عن عم دياب. عارف ليه؟ عشان متعلم ومتنور وما يلدش عليه الحديد ده. انا ما جبت سيرتك وما نضفتش اسمه يا بوي على كهن الدجالين. ما انت اديت له موصوفه كلها، مع انك عارف الحجاب ده بتاع نافع مش بتاع عم دياب. عملتك ده ليه؟ عملتك ده ليه؟ انا لو قلت لهم الحقيقه كانت الدنيا خربت. انا دليتهم على السكه الغلط عشان يتوه. طب استلقى وعدك يا غراب البين. عارف ليه؟ عشان احكي لعمي، احكي له على كل حاجه، وانا متاكد انه هيذبحك ويعلق راسك على العشه بتاعتك ويخليها تروح وتجي كده. احب على يدك يا شباب، احب على يدك. وسع. حاجه واحده بس هتنجيك. عارف ايه؟ تلم خلقاتك وتهمل النجع قبل ما النهار يطلع عليك. يا سادة السوخ يا ابو الحمد، هروح فين يا شباب؟ هروح فين؟ تلم عفاريتك وترحل في سواد الليل، وقبل ما النهار يشكشك عيشتك دي هتكون كوم تراب. خبرك ايه يا سبعي؟ طلعت تدور على همام ولا طلعت تدور على حاجة تانية؟ خبرك انت ايه يا مرة فقرية انت؟ انت مش قلت هتتخمد تنامي؟ ما تخمدتش ليه؟ بدك تخمدني وتخلص مني؟ والله والله ما همّلك ليه هتتهنى بيك؟ ده ناكلك وناكلها بسناني. بابا بابا كانك اتجنيتي. قصدك مين يا مرة مجنونة؟ الحرباية وديني لجرسها في النجع كله وخلي العيال يحدفوها بالطوب وين ما تروح. بس
في سماه. لو لسانك زل بكلمة لكون متجوزها عليكي وخليها تكتم على نفسك العمر كله. يا مري تتجوزها يا دياب؟ ايوه هتجوزها عليكي، ولو مش عاجبك اخبط دماغك في الحيط او حتى عض في الارض. يا ليلة مطينة بطين. طب اعملها كده يا دياب ولا تخكم بعيار واحد، واخد مصارينها دي يا ابوي واتحزن بيها وارقص وسط النجع كله. غوري غوري جاكي خابط يفك لحم صدرك. تضربني بالمركوب يا دياب؟ تضربني عشان المرة النجاجة دي؟ بس بس يا مرة مخبولة، المرة النجاجة دي حداها مليون جنيه، المرة النجاجة دي قمر وترد الروح، عايزانا أهملها عشانك انت يا فجرية يا جوجة. ابقى خليها ترد لك روحك. تعال يا رجال مالكو، ايه اللي حصل؟ زمجانين ليه؟ بص يا همام، حماتك دي ملهاش قعد في البيت ده تاني، وكتاب الله ان صحيت من نومتي وما لقيتهاش غارت لنحل شعرها شعرايا شعرايا وخلي امك تكمل عليها. طب واحد الله واحد الله وادخلي جوه دلوقتي. صباح رباح. لا اله الا الله، يا رب الصبر من عندك يا رب. جاتك داهيه يا عم، مالك معفره رجايه ليه؟ شوف يا همام، انا من بكره هعلن جوازي ودخلت على حماتك، ورقايه دي اتغور تنام في باط عمتها اللي هي امك. امك محتاجه اللي يراعيها ويخلي بالها منها. يبقى ناوي تخربها، هتقهر امي قبل رقايه. خلاص خلاص يا همام، انا زهقت منها زهقت منها. عجبها ترضى بنصيبها، عجبها مش عجبها هطلقها قدام النجع كله واجيب ام جميله احطها مطرحها. طب قابل قابل، اجت لك ايه بانها ولعت؟ ايه ام جميله واخدة خلقاتك ورايحة وين؟ مش الخواجات ماشوا؟ هرجع بيتي وياخدوا فلوسهم. الخواجات معودين، كان على بيتك خلاص ما بقاش بيتك. على ما يرجعوا هبني لي بيت ان شاء الله من اوضه واحده واقعد فيه براحتي من غير ما مرة تنبط علي ولا حد يظن فيا اني مش متجوزه. طب على الطلاق بالثلاثه منك ومنها ما انت طالعه، ايه رايك عاد؟ واللي كان متدار يا همام حيبان دلوك. تعالي على همام. مهل يا عم مهل. فوتي قدامي. مهل يا عم مهل. فوتي. خش قدامي. خش قدامي. يلا خش قدامي. جبتها تاني ليه يا دياب؟ لانها مرتي يا مرت اخوي. ام جميلة مرتي. زيها زي رقية. وليها في البيت ده زيها بالظبط. ايوه. مهدرة على عملتكم السودكين. اكتمي يا بيت واقفلي خشمك. لرميكي برا البيت في الساعة دي. أم جميلة مرتي ومن زمان، وهمام شاهد على كده، وإحنا كنا مضاريين لغاية ما أخلص بنا بيتها الجديد. استهوكتلك لغاية ما تجوزتها علي يا دياب، وأنا نقول الوكسة مسكتك ليه؟ اللي هو تجوزها اللي ما وكستيه انتي. اسكت انتي، خلصونا، خلوا الليل الغبرة يتعدي على خير. أيوة عم تجوز أم جميلة وأنا شاهد على الجوازة دي. روح يا همام، قلبي غضبان عليك، لا انت ولدي ولا امك بالسعاده، ومطرح ما تروح رقيه انا اروح وياها. يلا يا بنتي. اصبر يا امه اصبر، الصباح رباح، ما يصحش تطلعي برا البيت. انا ما اقعدش في حته واحده تحت سقف واحد مع الحربايه دي. روقي يا امه روقي، لا يحصل لك حاجه. خلاص انا رايحك. عمي خذ ام جميله واطلعوا باتوا برا البيت سواد الليل، ومن بكره لازم انا الاقي حل الموضوع ده. خلاص يا عمي خلاص، انا على راسي همي ما يتلم. احب على راسك. خلاص احب خلاص. على راسك اهو. خلاص خلاص من الموضوع ده. خلاص خلاص يا ولد اخوي خلاص، انا هنفذ كلامك، عمري ما كسر لك كلمه. ماشي يا مرت اخوي، افتكر انك بتطرديني من البيت اللي انا ليا فيه نصه. نصيبك قاعد فيه عيالك ومرتك الاصيله، وما دام اتجوزت على رقيه يبقى مالكش فيه حق. خد مرتك الجديده وروح يا دياب. يروحوا فين السعاديه عم؟ قلت لك اسكت انت. خلاص خلاص، انتوا هتتعاركوا بسببي. ماشي يا مرت اخوي، هاخد مرتي وامشي. يلا يا ام جميله خدي فرشتك الحنينه وتعالي نقعدوا برا في الطل نقضوا احلى ليله تحت القمرايه. الخرابه معاك جنه يا دياب، وبكره هنشوف مين اللي هيتهنى ومين اللي هيعد النجوم. يلا يا قمري يلا. شوف المهره يعددوا عليك بعدد نجوم السماء يا بعيدة. خلاص يما خلاص، الموضوع خلص. شوف الراجل. خلاص يما. ده
قطعت باليدي وجرحي الجد لحداني همي غشيم دايس على وردي وريحاني قطعت باليدي وجرحي الجد لحداني همي غشيم دايس على في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.